ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to Ni'alim Institute. This is teacher Nahed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zainab. How are you, Zainab? This is your course plan, inshallah, for this month. Inshallah, we are going to continue our station with Surah Al-Baqarah. Inshallah, we will do recitation from this part. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. جزاكم الله خيرا زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.